هناك مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط. العراق ليس جزء من هذه المشكلة. المشكلة هي بين إيران وإسرائيل. العراق شو له علاقة؟ لماذا تتدخل الفصائل في مسألة نزاع بين إسرائيل وإيران؟ خلي إسرائيل وإيران يحلوا مشاكلهم، أنتم شو لكم علاقة؟ أولاً أنتم شو لكم علاقة لعد بالحرب بين إيران بين الكيان الصهيوني وإيران؟ نحن أمريكا بلد عظمى، كم بلد عظيم في العالم؟ أنتم بلد عظيم بدون أخلاق. لا بدون أخلاق، دحش على البلد، ما دحش علي أنا، دحش على بلد مصالح. بلد بدون أخلاق، بدون مشاعر إنسانية. إحنا كمحور الآن المحور بعد يرفض هاي السياسات الاستكبارية والاستبدادية، بعد ماكو أمريكا الدولة العظمى، والدليل انهارت الدولة العظمى اليوم أمام ضربات محور المقاومة. سيد علي هذا وقت، تفضل سيد جابريان، تفضل خليك كمل. نحن أمريكا دولة عظمى، أنتم العراق لا تشكلون 0.00000000. لا والله غصب عليكم على الخلفة، الموضوع اختلف، والعراق رقم مهم، والفصائل الفصائل أمريكا تدرك قوتها، ليس حبا العراق، أمريكا تضرب العراق لأنها تدرك المصالح الأمريكية في العراق، ستصل أسلحة محور المقاومة إلى قلب المصالح الأمريكية. سيد علي حتى تخلي العراق صفر. حبيبي سيد علي الله يخليك، سيد جابريال اسمح لي خلي نحكي ويا سيد جابريال، اعطيني انا وياه هذا الاستهزاء. سيد جابريال شنو العراق صفر؟ سيد الله يخليك سيد جابريال، سيد جابريال رجاء، العراق مو صفر لكن العراق رقم مليون على العالم، فرجاء لا تجرحنا بعراقيتنا، لا تجرحنا بهذا الموضوع. ما عم بجرح ولا لا تجرحنا بعراقيتنا والله يخليك. فاتفضل كمل الموضوع مالك، والعراق يعني تاج على العالم بصراحه، وعراقيتنا فوق الجميع، فتفضل تحدث. تفضل تحدث. ولكن يجب ان يوقف هذه الفوضى، كل ما احكي كلمتين لا كمل الفكره، كمل الفكره مالته، كمل الفكره. كملت انا ما حكيت معك شيء، خلي كمل. خليني اكمل. اولا مساله حل الدولتين، امريكا توافق على مساله حل الدولتين، ولكن لو بتفهم انت شو هي مشكله حل الدولتين ما كنت انت بتجيبها. انا سافرت لاسرائيل سنه 2019 بوصفي عنده في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، وتفاوضنا بمساله حل الدولتين. المشكلة بحل الدولتين هي القدس، ماذا تعمل بالقدس؟ إسرائيل تقول القدس الشرقية هي جزء من القدس الغربية ولا يمكن تجزئتها، فإذا هي جزء من إسرائيل. الفلسطينيين يقولون القدس هي عاصمة فلسطين، تعال حل المشكلة.